أحبطت قوة حرس الحدود الملكية يوم أمس محاولة شخصين أحدهما يحمل جنسية أجنبية اجتياز الحدود من الأراضي الأردنية إلى إحدى الدول المجاورة بقصد التسلل. مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قال إن حرس الحدود قاموا بتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض على الشخصين المتسللين. وأضاف المصدر أنه تم تحويل الشخصين إلى الجهات المختصة من أجل استكمال الإجراءات القانونية والقضائية بحقهما.